نبيل عباس سعيدي من شركه سمنود وبريات، وبريات سمنود. احنا اهم حاجه اللي مش عاجبنا ان احنا عايزين قبضنا وعايزين اجرنا، احنا بقالنا 9 شهور ما بنقبضش. غير كده وكده عندنا مشاكل كتير، يعني شغلونا الاول 9 شهور من غير قبض، رجعوا قالوا لنا ايه طب خشوا اشتغلوا من الشهر الجديد ده اللي هو شهر 4، قال لك اشتغلوا واحنا هنقبضكم 27، نستناهم 27، جاب لنا عامل يشتمنا وعامل يطفش الناس ويقول لك هجبركم على الاستقالات وهجبركم، وعندي اساليب كتير ان انا اطردكم من المصنع وهجيب لكم كلبين يطردوكم وحاجات زي شبه ذلك كتير. احنا ما عدناش مستحملين، نيجي اليوم 27 ما نقبضش، يوم 28 ما نقبضش، 29 ما نقبضش، طب نعمل ايه بعد كده؟ في ايه؟ طب الله، طب وبعدين احنا كده ما عندناش حاجه ان ناكل عيلنا ولا نشوف شغلنا. ازاي ان احنا نبقى قايلين حاجه يقولوا لنا ان احنا قبضونا يوم 27 ولغايه دلوقتي احنا يوم عيد العمال ده، احنا ازاي ده تاني عيد عمال وتالت عيد عمال كل ده ما بنقبضش؟ احنا خلاص احنا جبنا كل اللي عندنا، احنا قلنا لكل الناس وكلمنا كل الناس، احنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنقسم الشركه على بعضنا. احنا 1300 عامل، ال 1300 عامل هم احنا عندنا 24 فدان حلال على العمال، ان كانوا هم مش عايزين يقبضونا مش عايزين يدونا حقوقنا، احنا هناخد حقوقنا ان شاء الله بنفسنا ونقسم المصنع علينا. 24 فدان حلال على 1300 عامل، ده حقنا واحنا مقدرين ان ده حقنا، لان 30 سنه شغل. احنا تتخيل بقى كنا داخلين فيها عيال صغيره، في مننا كان بيتقاضى اجر 25 جنيه وانا كنت داخله وعندي 18 سنه كنت باخد 44 جنيه وربع. ايه نعمل ايه اكتر من كده؟ عمرنا كله اتنفى في الشركه، واحنا برضو مش هنسيب الشركه، والله نقطعونا حتت، والباشمهندس اللي عايز يجيب لنا كلاب عشان يرمينا بره احنا مش هنطلع من قلب الشركه، ومش لو جاب كلاب، لو جاب سباع عشان تطلعوا تطردنا بره مصنعنا عمرنا ما هنسيبه، احنا هنقعد جوه المصنع كبار وصغيرين وهنجيب عيالنا وهنجيب ازواجنا ونعيش جوه المصنع، لان ده حقنا احنا، احنا اللي عملنا المصنع ده وحلال علينا.